يا مساء الخير ويا مساء العافية على كل مشاهدينا وين ما كانوا. إن شاء الله يا ربي مساءكم مليء كل الخير، وأكيد الخير راح يكون ويانا ولعبتنا نار راح نلعب على 7 مليون دينار عراقي مقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية، بالإضافة إلى الجوائز اليومية اللي هي راح تكون بانتظاركم. بداية مع مركز بنك يقدم لكم 3 كوبونات، كل كوبون يحمل قيمة 50,000 دينار عراقي فور اتصالكم، وأكيد شكرا لهم لاهتمامهم بإطلالتي كل يوم، بالإضافة إلى عيادة الماسة اللي كل يوم جوائزها مختلفة عن اليوم اللي قبله، صالون حسين وأيضا مركز لياء بيوتي، بالإضافة إلى شركة الروشة للسفر والسياحة، وما ننسى أكيد أزياء لوف للزي الخليجي والمغربي، وختامها مسك مع الحلويات، الحلويات راح تكون مقدمة من قبل سنابل الشمسية. أني أنتظر اتصالاتكم من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، لكن لازم تنتبهوا لهذه الملاحظة اللي أني من أول بداية رمضان إلى الآن كل يوم أذكر بها والبعض منكم ما يسمعها مع الأسف ويفقد الاتصال، حاولوا تبتعدون من الشاشة وفقط تسمعوني من الهاتف. نقول ألو؟ طيب اي اكيد انا مستعجله انتظر المتابعين. اي طبعا اني انتظر اتصالاتكم. احنا في الحلقات الاخيره من هذا البرنامج الجميل اللي انا تعودت كل يوم اني اكون وياكم، فكثفوا اتصالاتكم حتى نقدر ناخذ اكبر عدد من الاتصالات، ونشوف اليوم 7 مليون راح تكون من نصيب منه، وناخذ اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، حياك الله، من وياي؟ عمار، يعني عمار فرشي طه. عفوا انطيني الاسم الثلاثي. عمار فرشي طه. عمار خورشي طه، من وين انت يا عمار؟ من دهوك. من دهوك، صار ايش قد انت تتابع لعبتنا نار؟ انقطع الاتصال. كثفوا اتصالاتكم بسبب ضغط الاتصالات، دائما مثل تعودتوا انتم بدايه الحلقه يصير اكو مشكله بالاتصالات، بعدين شويه ما يخف الزخم، لكن تصير الامور طيبه. يلا اروح على 7 ملايين. هذه 7 ملايين اليوم طالعين زي موحد انا اياها، تقريبا نفس درجه الالوان. هذه 7 ملايين راح تكون من نصيب منو؟ راح تكون من نصيب منو؟ متصل او متصله، يعني فائز او فائزه. يلا انا 7 مليون راح اقول لكم الو. الو الو. الله اكرم، مساء الخير ومساء العافيه. اهلا وسهلا بك، من وياي ومن وين؟ علي فراس. علي؟ علي فراس. علي فراس، علي فراس ايش؟ عبد الغفور. عبد الغفور، من وين تتصل يا علي؟ من بغداد. من وين؟ من بغداد. من وين؟ من بغداد. دورة. دورة. من الدورة، اهلا وسهلا بيك يا علي. زين علي، انا دائما المتصلين اللي يكونون وياي بداية البرنامج، يعني اول متصل او ثاني متصل، لهم حصة الاسد. وهي شنو حصة الاسد؟ ها شنو هي حصة الأسد؟ يعني تمام، أنت متابع غير جيد. أنت متابع ولا مو متابع؟ لا متابع. زين، أنت اتصلت حتى تشارك بالبرنامج ولا بس حتى تاخذ 7 مليون؟ لا هذا 7 مليون. والله صريح. زين، إن شاء الله تكون هي من نصيبك، خلينا نلعب، وإذا جاوبتني من دون ما أني أساعدك، أنت راح تختار جائزتك. تمام. يلا، تختار فوانيس. يلا فوانيس. يلا فوانيس، خلني نشوف يا فانوس انت راح تختار وشنو يحمل لك من سؤال. علي؟ نعم. يلا اختار رقم فانوس. علي؟ هاي هاي. نعم. انت دا تختار رقم، هل قد تفكر بالإجابة؟ ايش قد حتفكر؟ واحد. يلا هذا رقم واحد، خلني نشوف. شرير والله انت، السؤال سهل. انت تتشاهدنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لو تشاهدنا من خلال شاشة التلفزيون؟ لا التلفزيون. زين هسه اكو صورة الكبير. على وشك المساعد. منو منو؟
انقطع الاتصال. الو وياي موجود؟ وياك نعم. علي؟ نعم. يلا علي قل لي هاي صورة منو؟ علي امام. صح، شكرا لاتصالك. وانت راح تربح جائزة. شنو تريد جائزة؟ تريد انت تختار لو اني امنحك جائزة. علي اذا تسمعني راح علي، لكن انا وعدته انه هو راح يختار جائزة وإلى حصة الاسد. اكيد هو بالدورة والناس تحب تحلي برمضان، هو رمضان ابو الحلويات، فحصة الاسد هي راح تكون الحلويات من سنابل الشمسية مقدمة اليك يا علي فراس، وشكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. هاي بعدك علي وياي؟ انا حميد من بلوجة. علي من علي هم علي؟ حميد. حميد اهلا وسهلا بك حميد، حياك الله. انا صديق البرنامج، هاي ثالث مره حصلتكم. اهلا وسهلا بك يا صديق البرنامج، انطيني اسمك الثلاثي. حميد عبد الرحمن شويش. اهلا وسهلا بك يا حميد عبد الرحمن. اقول لك حميد، نعم، بما انه انت صديق البرنامج تريد تلعب لو بس ندخل اسمك على القرعه؟ اريد نلعب. يلا نلعب. نلعب بات لو نلعب فوانيس؟ نلعب بات. نلعب بات. يلا زين زين، انا وين دائما اخلي البات لكم؟ باليسرى. باليسرى. اليوم راح اغير. ماشي. بلشت ازعل لانه احنا بالحلقات الاخيره، لانه حيخلص ان شاء الله رمضان على خير وعافيه. باليمنى. صح، عافيه عليك. الله يعافيك. وشكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو. قطع الاتصال. كثفوا اتصالاتكم حتى تكون لكم فرصة الدخول بقرعة 7 مليون دينار عراقي. حلو 7 مليون، وباقي كم يوم على العيد تعيدون انتو 7 مليون تستمتعون بيها. يلا الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، مساء الخير. مساء النور، شلون تتهبة؟ أنا زينة، أنت شلونك؟ بعد قلب الخير. شنو جارك؟ في دول قلبك. إيه أنت حتشارك، بس أعطيني اسمك الثلاثي ومن وين؟ ميثم عبد السادة حسون من النجف. ميثم عبد السادة حسون، حياك الله يا ميثم. شلون الأجواء بآخر أيام رمضان؟ والله تمام بخير تتهبة، بس إحنا رح نكون حزينين لأنه رح نودع شهر الخير والبركة. اي والله حزينين عني. يلا ان شاء الله يا ربي يعود علينا بالخير والستر والصحه والعافيه. نلعب فوانيس لو نلعب بات؟ بات. نلعب بات. ليش تحبون البات؟ مو نشوف صورتك الحلوه ودائما احنا شكرا كلك ذوق، بس انا موجوده حتى ويا الفوانيس. ان شاء الله ان شاء الله. يلا هسه نقول من ايدك اليمنى لان حولت البات. رجعته. والله انت متابع جيد. طبعا. لا بيسرى. صحيح؟ لا بيسرى. ها. ممكن اسم مرتي؟ هو اصلا انا ما مخليته. اقول لك انا ما مخليته، انا ما مخليته باليمنى، رجعته، ما اقدر ازعلكم هوايه. ها باليسرى. 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 يلا زين هسه شنو اسم زوجتك؟ غزلان سمران رحمن. غزلان شنو؟ غزلان سمران رحمن. سمران؟ اي رحمن. رحمن والله اسمها حلو، الله يحفظها ان شاء الله. شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. اذكركم الجوائز اليوميه اللي راح تكون ويانا. مركز بينك للتجميل والليزر وعنوانهم بالحرثيه، عياده الماسه عندهم فرعين، فرع المنصور وفرع الاعظميه. مركز ليا بيوتي وصالون حسين عنوانهم بالسيديه، شركه الروش للسفر والسياحه عنوانهم شارع فلسطين. ازياء لوف للزي الخليج والمغربي فرعين، والفرعين موجودين هما بالمنصور، وسنابل الشمسين موجودين بالدوره. والسبعة مليون وين موجوده؟ بقناه زاكروس. يلا الو الو. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، من وياي؟ كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. خلص رمضان. هاي لانه انت هاي اول مره تتصل علينا صح؟ هاي اول مره والله. عفوا؟ اول مره. فانت بعدك على بدايات رمضان. الاسم الكريم ومن وين؟ مجيد محمود. مجيد من اربيل. نجيب محفوظ. نجيب محمود. مجيد من اربيل. محمود الو.
مجيد محمود. إذا تسمعني يعني غير المكان اللي أنت به وشوي أرفع الصوت من فضلك حتى أسمعك بوضوح. نجيب لو محمود. مجيد محمود. حياك الله يا بلد. مجيد. مو مجيد. قطع الاتصال. حاولوا دائما وانتم تتصلون علينا يعني تكونون باماكن انتم تعرفون اكيد الاماكن اللي موجوده بالبيت، اكو غرفه بها ما اعرف شبكه تختلف عن الغرفه الثانيه. المهم انه انتم توفرون لنفسكم الاجواء المناسبه حتى يكون الاتصال واضح، تبتعدون عن الشاشه، تختارون مكان بشبكه تمام. يلا الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، من وياي؟ حوراء حسين هاشم من النجف. اهلا وسهلا بيك يا حوراء، شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله. عاد داخل اسم بابا وياك؟ اسم منو؟ بابا. بابا اي طبعا. زين هاشم راضي. هاشم؟ راضي. هاشم راضي. هاشم راضي. حسين هاشم راضي. يلا حوراء، حوراء نلعفوني سلوبات. بات. نلعب بات. انت ليش تعبانة حوراء؟ لا ما تعبانة. بس هيك الطاقة عندك الانرجي منخفض. من القراية. ليش انت يا صاف؟ اول متوسط. يلا يلا ان شاء الله كل التوفيق. ما طلعتي اعفاء؟ ان شاء الله. طلعتي اعفاء لو ما طلعتي اعفاء؟ مو باثنين. انعفيتي باثنين؟ يلا شطورة ان شاء الله السنة اللي تجي اعفاء عام يكون عندك. شكرا. يلا الخاتم باي ايد؟ غيرت عن المعتاد اذا انت متابعة. باليمنى. عافية شطورة حوراء وشكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو. حبيب الو 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 الو. السلام عليكم. عليكم السلام والكرام، حياك الله، من وياي؟ عبير باسم مشعل من الفلوجة. اهلا وسهلا بيك يا عبير باسم. ممكن اشارك؟ انت شاركتي ودخل اسمك بالقرعه، بس انطيني الثلاثي. عبير باسم ايش؟ متعب. عفوا؟ عبير باسم متعب. مجحف. متعب متعب. متعب. عافيه. عافيه شطوره. اريد ادخل اسم ابني انس، انس صلاح محمد فيصل. عفوا شلون؟ انس ابني انس، انس صلاح محمد. انس صلاح محمد. نعم، وابني الثاني. شلون؟ ابني الصوب الثاني ايان. ها انت يعني مقرره كلهم دخلتيهم؟ اي والله ايان صلاح محمد. اوكي تمام. ايان ووسام. انس. لا انس 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 انس, أنس. تمام انا اسفه. انس صلاح محمد. تمام يلا عبير هسه نلعب فوانيس. بات. اليوم كلكم على البات. يلا وين البات؟ ساعديني والله ما اعرف. البار ما تعرفين وين؟ باليمنى. ليش ليش عبير؟ باليمنى. عبير. نعم. لا لا بس لا بس باليمنى باليمنى. لا عبير انا كل مره وين اخليه؟ باليسرى باليسرى. عافيه بس انت متابعه مو جيده، زعلتيني. بلا والله والله يومي اتابعكم. لا عشان ما تعرفين الخاتم وين بلا ما اني اقول. سجلتي اولادي ايان صلاح محمد سجل. وانس صلاح محمد. وعيونك سجلناهم. ايوه والله صلاح محمد طيفان. تمام شكرا لاتصالك يا عبير وناخذ اتصال. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك. الو 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 مساء الخير. رمضان كريم. الله اكرم. رمضان كريم معكم. علينا عليك. الله يخليك. معاكم صدوف حازم من الموصل. عفوا ما سمعت الاسم. صدوف حازم من الموصل. صدور. صدوف. صدوغ. صدوف صاد دال واو فاء. صدوف. اوكي صدوف حازم من الموصل. تمام
الاسم غريب، اول مره اسمع اسم صدوف. اي والله، لاني مشتركه معاكم من ذاك الموسم، وهالموسم الحمد لله حصلتكم. مميز مميز الاسم ها. اي شكرا شكرا ذوقك. يلا نلعب فوانيس. فوانيس يلا، اختاري رقم فانوس. 7. رقم 7. يلا هذا رقم 7. اذكري اسماء ثلاث حيوانات بحرف الكاف. كركدان. زين. كنغر. وكنغر. ايه وبعد. والله ما اعرف الله. بعد بس واحد. وحشم يسمع كل. شكرا لاتصالك يا صدوف. شكرا لك. يلا الو. الو الو. اها ابتعدوا من الشاشه حتى اقول الو. الو ابتعدي من الشاشه ها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ابتعدتي من الشاشه؟ اي ابتعدت. هسه متفقين. هسه الو. يا مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور ورمضان كريم عليك. الاسم الكريم الثلاثي ومن وين؟ مروه علي عبد المجيد من الكاظمين. اهلا وسهلا بيك يا مراوي. يلا مراوي تختارين جائزه؟ والله ما اريد جائزه، بس لا اذا اكو شمسين اكو لو خلصت. شمسين راحت بالبدايه تروح شمسين. بس اريد اسمي يدخل بالقرعه. يلا اكيد اسمك دخل بالقرعه. اختاري فانوس. اوكي. رقم 5. رقم 5 وهذا فانوس رقم 5. شيء في السماء إذا أضفت له حرف أصبح في الأرض، شنو؟ شنو؟ قاعد أفكر. أنا قاعد أفكر وياك على فكرة يعني. شيء في السماء إذا أضفت له حرف أصبح في الأرض. شوفي ما بيشوف هذا الشيء. هو مروة مروة مروة. شوفي هو مبدئيا هي الفكرة مو بالجملة اللي موجودة، لأنه أحيانا إحنا نسأل أسئلة والجواب موجود بالجملة. صحيح. هو في الشيء موجود في السماء ينور موجود يعني حلو حلو، أنضيف لحرف يكون موجود بالأرض، يعني هذا المكان لما يكون بالأرض يصير بعمليات بحث وتنقيب. منجم نجم. عافيه. ترى خوش اخو مثال زوجي يشارك مره. بس انا وصلت لك الفكره، اذا انتم فزتوني شو حستفاد؟ مروه راحت. مروه يلا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والكرام. من وياي؟ رمضان كريم. الله اكرم. رمضان كريم علينا وعليك. حبيبتي قلبي. أنا نور عطاس فاضل من أرضي. أهلا وسهلا بيك يا نور. يلا نور. حبيبتي ممكن أدخل اسم زوجي؟ إي ممكن. علي خليل إبراهيم. علي خليل إبراهيم. تدللين. يلا نور. حبيبتي يلا من عطاس. تدللي يا إيد اليسار. عفية. حبيب. شكرا لاتصالك يا نور. حياتي. حياتي. ناخذ اتصال اخر. الو الو الو. حاولوا فور الاتصال، يعني مو تبتعدون تماما عن الشاشه تكونون بمكان اخر، لا انه اكتموا الشاشه اكتموا صوت الشاشه، شاهدوني حتى تشوفون الصوره او السؤال وتسمعوني فقط من الهاتف. حيخلص رمضان واني انوه على هاي النقطة اللي البعض مدى يلتزمون بها. الو. الو. هلا. هلا. حبيبتي انا زينة عيونها ببوشة. منو جاية؟ انا اسمي غفران عامر عبد الله. غفران عامر عبد الله. شلونك غفران؟ والله بخير الحمد لله. سلعاني اخبارك نورك؟ انا زينة الحمد لله تمام. من وين انت غفران؟ انت خلص شاركتي ودخلتي بالقرعة. ايوه اريد اربح هديه. ايه اربح. انت بس قولي لي من وين؟ من بغداد. من وين من بغداد؟ من الدوره. من الدوره. منورين اليوم. اختاري انت هديه.
بكيفك انت شنو عندك هدايا؟ كل الهدايا بس شمسية ما موجودة. شوفي أكوا أزياء لوف للزي الخليجي والمغربي عندهم خصم 50% على كل قطع الأزياء، الملابس العادية الكاجوال والملابس الرسمية وأيضا القفاطين، عندهم خصم 50%. وعندك تذاكر سفر مقدمة من قبل شركة الروشة للسفر والسياحة، وأكو صالون حسين ومركز ديا بيوتي وأيضا عيادة المازة وأيضا مركز بينك. أبين سياحة وسفر، شركة سياحة وسفر تذكرة السفر يعني، هذه التذكرة أنت حتستخدميها أو حتقدميها لأحد؟ أشوف اللي يناسبني أني أو زوجي أو أي أحد. يعني أنا أفضل تنطيني اسم الشخص اللي حيستخدم البطاقة. أني اسمي غفران عامر عبد الله. غفران عامر عبد الله، أنت فزتي بتذكرة السفر مقدمة من قبل شركة الروشة للسفر والسياحة للسفر الداخلي. تمام، يلا هسا خلينا نلعب. لا سنلعب. يلا ماشي. ها اخذتي جائزة ودي تروحين. لا العب عادي. شريرة. يلا العبي. بات. بات. لا لازم فانوس، اخذتي هدية. يلا ماشي. يلا اختاري فانوس. فانوس. واذا ما جاوبتي تعرفين شنو؟ اذا ما جاوبتي نسحب الجائزة. لا بات حبوشة. لا. شلون تخسرين واني موجودة؟ ها في دول قلبك هم صح. يلا ما هي أكبر القارات في العالم؟ ما هي أكبر القارات في العالم؟ أمريكا؟ منو؟ أمريكا؟ بس ماذا أسمع أنت جد تقولين؟ أمريكا؟ قارة آسيا؟ عافية. شكراً. شكراً إليك. يلا نأخذ اتصال آخر ونقول ألو. طبعا اليوم زخم الاتصالات، كلش اكو ضغط على الاتصالات، فالاتصالات دي يصير بيها انقطاع. انتو حتى يعني مجربين تتصلون على رقم، اذا شخصين يتصلون على نفس الرقم، شخصين بس يعني مو عدة اشخاص، الاثنين ما راح يقدرون يحصلون. الو. لا هاي انا جربتها. الو السلام عليكم. رمضان كريم. الله اكرم. من ويانا؟ عيني عمار، بس اريد بنتي تشارك وام مريم. زين هسه خلينا ناخذ اسمك الثلاثي الكريم ومن وين والشخص اللي تريد تدخله ايضا بالقرعه تدلل. نعم يلا. اسمك الثلاثي يا عمار. عمار خورشيد طه. عمار قطع الاتصال مهما اتصلت. زين انطينا الاسم اللي تريد يشارك ويدخل ويانا بالقرعه. مريم عمار خورشيد. مريم عمار خورشيد. تمام يلا هسه نلعب. ممكن ندخل اسم امهم بالقرعه؟ ممكن. هيام عبد الجليل ياسين. هيام عبد الجليل ياسين. تمام يلا هسه نلعب. اي نعم يلا نلعب. بات او فوانيس. الو. ايه نعم. الو نعم معك. نلعب بات او نلعب فوانيس؟ إيه نلعب محيبس بات. يلا انت من وين؟ من دهوك. من دهوك حياك الله. يلا وين الخاتم؟ وين باليمنى. ليش باليمنى؟ ليش باليمنى؟ ليش باليمنى؟ أني قلت شيء غيرت؟ اليسرى أني مقابلة الشاشة. أيه؟ باليسرى. تمام يلا شكراً لاتصالك. ألو 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 ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. رمضان كريم. الحمد لله. هاي كردي حياك الله. انت وكل اهل اقليم كردستان. بلي اربيل. من اربيل. اوكي الاسم انطيني الاسم. فرهاد احمد حسين. عفوا. فرهاد احمد حسين. فرهاد. بلي احمد حسين. احمد. طب انت شوي العربي عندك مكسر صح؟ والله قطع الاتصال.
أنا أصلاً شت ناوية ما يعني أسألك. طبعاً الوقت دايمشي كلش بسرعة، فكثفوا اتصالاتكم وابتعدوا عن الشاشة وأقول ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. إن شاء الله عيدكم مبارك. معيدة من هسه. إيه. ليش إشي؟ منها. داخل على عيد. هذا خلاص رمضان. خلاص رمضان لا بعد كم يوم. بس ليش إشي مستعجلة على عيد؟ تعبنا عفية تعبنا. يلا انطيني الاسم. حبيبي حوراء مجيد عبد الكريم. حوراء مجيد من وين يا حوراء؟ من بغداد جديد. اهلا وسهلا بيش حوراء. بس انت يعني اليوم حد عايدين من باكر ان شاء الله؟ لا مو هيك، بس انا اول وحده اهلي البرنامج سوي. اه حلو، يلا ان شاء الله يا ربي عيد الخير علي وعليك وعلى كل من يسمعنا. حياتي ان شاء الله. بما انه انت ايش عندك طاقه ايجابيه ومتفائله، احنا ما راح نلعب، كافي انت انطيتينا طاقه. حياتي بجميل. وانا راح اقدم لك هديه من صالون حسين اللي عنوانهم بالسيديه. جميل يا عمر حبيبي. شكرا لاتصالك. يلا الو الو الو. انا احب الناس المتابعين اللي يكونون هيك مصحصحين ومليئين بالطاقه الايجابيه. وصحصحوا صحصحوا يعني. المتصله سمعتني اخذت صالون حسين، بس يعني اتمنى الكنترول يسجل اسمها ايضا. تمام يلا الو الو الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك؟ ممكن اشارك. انطيني الاسم الثلاثي. محمد قاسم اليون. عفوا؟ محمد قاسم اليون. محمد صوتك دا يتقطع. محمد. محمد قاسم. انا سمعت محمد قاسم. اليوي من بغداد. اهلا وسهلا بيك انت وكل اهل بغداد، منورين اهل بغداد. محمد انت من وين؟ من بغداد. من الوشاش. من وين؟ من الوشاش. من الوشاش؟ هاي الاماكن البغدادية اللي تحمل عبق الماضي. الله يحفظك. اقول لك شلون هالاجواء بالوشاش؟ شعبية كلش. شعبية بس حلوة ها؟ ايه. صح؟ اي والله. بعد عندكم هذه القهوه اللي تروحون بها وتلعبون محابس كلها بعد يعني وضعيته ما اختلفت. شلون؟ اقول لك كلها بعد على وضعيته ما اختلفت. يعني هسه احنا اصلا يعني هيك شاقه اذا نلعب محابس. اي عادي ما اختلفت. لا وينك يضحكون علينا، هم يلعبون يعرفون شلون يلعبون. اي والله يضبط. فاحنا ما نلعب محابس، نلعب فوانيس. يلا براحتك. مو صح؟ الله هي ماشي. يلا اختار فانوس. رقم 3. شلون؟ رقم 3. يلا وهذا فانوس رقم 3. من هو أول ملك عراقي في العهد الملكي؟ الملك فيصل الأول. منو؟ الملك فيصل الأول. صح. شكرا لاتصالك. زين تختار جائزه ويانا بما انه انت جاوبت صح. محمد. محمد يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. ممكن اشترك في البرنامج؟ اي طبعا. انطيني الاسم الكريم الثلاثي ومن وين. اطفي صوتك ناصر. يلا الاسم الثلاثي الكريم ومن وين؟ يحيى صار محمد. يحيى؟ أو محمد صباح عبد الله. محمد صباح عبد الله؟ محمد صباح عبد الله. زين من وين تتصل؟ من بغداد. من وين من بغداد؟ بغداد من السيدية. من السيدية. يلا تختار جائزة ويانا؟ نعم. تختار جائزة لو فقط يعني إنه أنت تدخل على القرعة. الو انقطع الاتصال. انت دخلت على قرعه 7 مليون دينار عراقي. يلا اتصال اخر نقول الو. الو الو. الو وياك اسمعي. يا مساء الخير ورمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. منو وياي ومن وين؟
السلام عليكم. عليكم السلام. زين. ورود حميد عبد الرحمن. ورود؟ ورود حميد. ورود من فضلك نصي صوت التلفزيون واسمعيني فقط من الهاتف. نصي تمام. يا. ورود حميد عبد الرحمن من الفلوجة. أهلا وسهلا بيك يا ورود. يلا ورود نلعب فوانيس أو نلعب بات؟ نلعب بات. نلعب بات. وين البات كل مرة أني أخليه؟ خلينا باليسرى. عافية، شكرا لاتصالك يا ورود. يلا ناخذ اتصال، كتفوا الاتصالات، احنا بالدقائق الأخيرة. أنا أتمنى كلكم تشاركون، كلكم تربحون. يلا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، من وياي؟ محمد علي. محمد علي مقرب من الناصية. محمد علي حياك الله، شلونك؟ الله يحييك. بس بدو أسجل اسمي غادي نجيب اعتصام. محمد علي مقرب من الناصرية. سجلنا الاسم تمام يا محمد. يلا محمد نلعب. طبعا كريم معايك وعلى كذا، طبعا اتصل موبايليا وقوه ما حصل. شكرا لك، رمضان كريم علينا وعليك. يلا نلعب. العب الجامعة. اسئلة اسئلة فوانيس. نعم. رقم واحد فواني. لا اختارينا رقم واحد. رقم اخر. رقم خمسة. رقم خمسة ايضا اختارينا. رقم يلا هم ثمانية. يلا هم ثمانية. زين شو رأيك نعطيك حروف؟ حروفي عادي. يلا ناخذ اختار حرف. حرف ميم. ما عندنا ميم. عندنا حرف ألف وعندنا حرف باء وجيم ودال وهاء والواو والزاي والسين. حرف واو. 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 واو مثل الاسم. لا لا حرف باء. حرف باء. حرف باء. يلا خلينا نشوف حرف الباء شنو يحمل لك سؤال. كم يبلغ عدد المعلقات في الشعر الجاهلي؟ عدد المعلقات 14 يمكن. شلون 14؟ متاكد؟ انت متاكد؟ انا سامع بي 14 اسمها. انت شلون معلوماتك بادب اللغه العربيه؟ والله هذا مر علي سؤال صور 14 ما. لا لا قلل قلل النسبه. سبعه. صح، من سبعه الى عشر معلقات. شكرا لاتصالك. يلا وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. شلون صحتكم؟ انا بخير اذا انت بخير. من وياي ومن وين؟ الله يحفظك. الله يستر عليك. ممكن اشارك؟ انت حتشارك، انطيني الاسم الثلاثي انقطع. يلا. الو 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 الو. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، من وياي؟ فاضل سمين ابراهيم. عفوا. فاضل. فاضل ابراهيم. فاضل حياك الله يا فاضل، من وين؟ من كركوك. من كركوك، شلونك؟ الله يسلمك. شلونكم؟ رمضان كريم عليكم. رمضان كريم علينا وعليك، ينعاد بالخير والعافيه يا ربي. الله يسلمك. يلا فاضل اختار رقم فانوس. اي الحروف. حروف. يلا خلينا ننتظر الحروف من فضل الكنترول. الحروف، فوانيس الحروف. يلا اختار حرف. عندك حرف الألف والباء والجيم والدال والهاء والواو والزاي والسين. سين. سين؟ نعم. يلا. وهذا السين. بس ممكن أسجل اسم بنتي؟ يلا انطيني اسم بنتك حتى أسألك. أمينة فاضل سمين. أمينة؟ أمينة فاضل سمين. يلا تمام أمينة فاضل سميح. يلا أوجد الحرف الناقص أو الحروف الناقصة عفوا تاء وكاف وأليف. أدري هذا اسم شنو يعني؟ اسم دولة. أكو فراغات اثنين يعني حرفين بالوسط. تركيا. صح. شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
الو 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 مساء الخير. مساء الخير ومساء العافيه. من وياي؟ عمار احمد من كركوك. عمار احمد الثلاثي يا عمار احمد. عمار احمد سعيد. عمار احمد سعيد، شلونك عمار؟ اهلا وسهلا، رمضان كريم عليكم. رمضان كريم علينا وعليك. يا عليكم بالخير اجمعين يا ربي. يلا اختار حرف او رقم. رقم خمسة. لا اختارينا الخمسة. قطع الاتصال. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. من وياي؟ رفل. من وياي؟ رفل. رفل. رفل ايش؟ رفل عماد. رفل عماد الثلاثي يا رفل. اديب. رفل عماد ايش؟ اديب. يلا رفل. رفل انت من وين؟ انا من زيون. من وين؟ زيون. اهلا وسهلا بيك. يلا يا رفل. رفل عين. شوفي اني المتصلات عاده احب ادللهم لهم، يعني افضليه نوعا ما. تمام. فتريدين انت تختارين الجائزه لو اني اختار الجائزه؟ لا انت طبعا. اني طبعا. يلا انت فزتي بكوبون قيمته 100,000 دينار مقدم من قبل عياده الماسه. متفقين؟ متفقين. شكرا جزيلا. انت تختارين اكو فيلر او تريدين تبييض اسنان بالليزر بعد دلال او الكوبون 100,000؟ انت تختارين الخدمه اللي تناسبك. اختاري من هذول الثلاثه. فيلر. يلا فيلر 1 سيسي. تمام تمام. هسه نلعب. عفوا جزيلا بس خلينا نلعب. يلا يلا اختاري رقم فانوس. اختار رقم 3. يلا هذا رقم 3. انتي دا تشاهدين ولا فقط تسمعين؟ اي دا اشاهد انا. يعني هو فنان عربي جدا معروف. منو هذه؟ منو هذه الصورة؟ راح من ضحك. لا 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 يروح. بحرف الراء. راء وأليف. ها؟ والغيم. عافية. شكرا لاتصالك يا رفولة ونورتينا. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. كتبوا اتصالاتكم. عليكم السلام والاكرام. من وياي؟ وياك حميد من واسط. حميد. حميد الثلاثي. حميد منصور عودي. اهلا وسهلا بيك يا حميد، شلونك؟ الله يسلمك ويعيد عليكم بالصحة وبالسلامة. اجمعين يا رب العالمين. واطلب طلب منك باسم الانسانية. ايه. تدخلين اسمه بالقرعة، أنا محتاج وما عندي وساكن ببيت تجاوز وأمي وأبوي متوفين. الله يرحمهم. وعدة قطعة زراعية جاية ابني بيها ومحتاج لي 2000 بلوك، وناشدكم باسم الانسانية. والله يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله أنت تفوز. أناشد حتى المتصلين وهاي بيت من الشعر أريد أهديه لكم. يا الله يسلمكم. تمنيت العمر بستان وأنتم مرد بيه. ألو أسمعك وياك. أتمنى العمر بستان وأنتم مرد بيه. زين. وكل ما يريد المال بدموع عساكي. اسم الله على دموعك. وتحياتي لكم ويعيد عليكم بالصحة وبالسلامة. وشكرا لاتصالك ونورتنا. يلا ناخذ اتصال آخر. ألو 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 ألو. رمضان كريم. الله أكرم. من وياي؟ الله يسلمك. ممكن أشارك؟ حتشاركين؟ انطيني الاسم الثلاثي وانتي من وين وتدللين علينا. آيات محمد. آلاء. آيات. آيات. آيات محمد. ايه. آيات محمد شنو؟ شكر. عفوا؟ شكر شكر. آيات محمد.
آيات، خلينا على آيات محمد. آيات محمد أنت من وين؟ من بغداد. من وين من بغداد؟ من البلديات. يلا آيات اختاري أنت هم جائزة. ممكن تقولين لي لأن ما أعرف فكرة البرنامج يعني ما على التلفزيون ما أقدر أباور. ليش؟ من هذا الفيس. زين تريدين انت تذكرة السفر او تريدين خصم من الازياء او تريدين مركز تجميل؟ اريد مركز تجميل. تريدين مركز تجميل. تريدين صالون حسين او ليا بيوتي؟ صالون ام المحجبات انا اريد. هو كل صالون بيه قسم محجبات وقسم غير محجبات، كل الصالونات وكل مراكز التجميل. اي وين صاير بالضبط؟ صالون حسين موجود بالسيدية. ايه؟ 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 تو اقدر ادخل قرعة؟ ايه حد دخلين انتي بالقرعة. ايه؟ وذاك الصالون؟ والصالون هم تاخذين الجائزة؟ الصالون ذاك الثاني قلت عليه مو مال حسين؟ صالون ليا بيوتي؟ ايه؟ هم بالسيدية؟ نفس صالون حسين يعني قريب نفس المكان. ايه ان شاء الله. احس ما مقتنعة انتي. لا انا مقتنعة. يلا نلعب فوانيس او نلعب بات؟ كيفك انتي تختارين؟ فوانيس. يلا اختاري رقم فانوس. رقم 3. اختارينا رقم 3. رقم آخر. رقم 1. اختارينا الواحد. تقدرين تختارين 2 4 7 6. رقم 6. رقم 6 اوكي. وهذا 6. يلا انتي دا تشاهدي، انتي ما دا تشاهدينه. اي ما جاي اشاهد والله ما اقدر اشوف. هي فنانة لبنانية جدا معروفة وجميلة جدا. ايه منو هذه الفنانة؟ لبنانية؟ اي عندها عدة مسلسلات، شاركت مع نجوم الفن. انت تتابعين مسلسلات؟ ايه هي انعرفت ايضا بمسلسلة زهرة. صالون زهرة. أول حرف من اسمها نادين اسمها. لا أنت شغلتك كلش آيات ميؤوس منها. شو اسمها زهرة؟ أقول لك اسمها نادين تقولي لي زهرة؟ نادين ما سمعت والله. إيه اسم أبوها. زين قولي لي اسم جامليني قولي لي اسم أبوها. آيات. ها حبيبتي. عيون حبيبتك، شكرا لاتصالك. مو كان دخلت القرعة لو لا؟ والله دخلتي بالقرعة وأخذتي جائزة وما جاوبتيني على السؤال. أنت حصلتي على جائزة من صالون حسين. يلا ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، من وياي؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. جلال محمد. جلال محمد محمود. اهلا وسهلا بك يا جلال، من وين تتصل؟ انا من بغداد. من وين من بغداد؟ من بغداد من شارع الكفاح. اهلا وسهلا بك، شلون هالاجواء بشارع الكفاح؟ والله تخبل. ورا الفطور تصير حلوه صح؟ اي ورا الفطور حلوه. اي صحيح. وهسه انت عارف هاي الاجواء ودا تتصل علينا؟ لو انت من نص الاجواء دا تتصل علينا. والله انا هسه جيت للبيت ولا اتصل عليكم. يلا نلعب فوانيس أحرف أو أرقام أو بات؟ نلعب فوانيس. يلا أحرف لو أرقام؟ أرقام. أرقام. يلا اختار رقم. رقم 1. لا اختارينا 1. إيش باقي يا رقم؟ باقي عندنا رقم 2. نعم. و7. السبعة. يلا السبعة. أعتقد اختارينا السبعة ما أتذكر. يلا
في أي محافظة عراقية تقع منطقة الجبايش؟ الجبايش؟ بذيقار. صح؟ بذيقار؟ نعم. متأكد؟ أنت رايح هناك؟ لا والله ما رايح، بس سامع بيها. سامع بيها، يلا تمام، شكرا لاتصالك. يلا وناخذ اتصال وقول ألو. ألو ألو. طبعا مع كم اتصال بقى عندنا؟ ما بقى هاي اتصالات. عليكم السلام والإكرام، من وياين؟ ألو ألو ألو، من وياين؟ ألو، أني اسمي فراس محمد الشير. عفوا؟ فراس محمد الشير. فراس شنو ما أدى اسمه؟ عفوا؟ فراس محمد الشير. فراس محمد حسين، من وين تتصل فراس؟ من بغداد. من وين من بغداد؟ تاجي. من وين؟ تاجي. التاجي. يلا فراس، خلينا نختار فوانيس الحروف. لا ليش مو بات؟ اي يلا تدلل، ليش مو بات؟ بات. وين البات؟ باليسرى. حزر فزر، صح. ممكن ادخل اسم ابني؟ يلا ممكن. اسيد فراس محمد. اسيد؟ اسيد فراس محمد. سيف. سيف فراس. انقض على الاتصال. يلا ناخذ اتصال، باقي كم اتصال عندنا؟ يعني تقريبا بقى 3 اتصالات ونختم الحلقة مال اليوم ونشوف من هو أو من هي الفائز أو الفائزة ب7 مليون دينار عراقي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. رمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم علينا وعليش، من وياي؟ زهراء عبد الله. زهراء عبد الله ثلاثي خضير. زين يلا زهراء، تختارين جائزة؟ أنت من وين؟ أنا من بغداد الجديدة. من بغداد الجديدة. زهراء. نعم. الاتصالات الأخيرة أو البداية أو الوسط هم المتابعات مدللات. يلا إن شاء الله. يلا أنت اختاري جائزة. أنا اختار جائزة؟ أي أنت اختاري جائزة. هو شنو الموجود على مود أختار؟ الموجود بخت عندنا تذكرة السفر، وعندنا أزياء لوف خصم 50%. أي أزياء لوف. أزياء لوف. وعندنا أيضا مراكز تجميل، أنت اختارتي أزياء؟ أي أزياء. تمام، يلا زهراء نلعب؟ نعم. نلعب إن شاء الله. اختاري بات أو فوانيس أحرف. فوانيس. يلا خلينا نختار فوانيس الأحرف من فضل الكنترول، تظهر أمامنا على الشاشة. يلا اختاري حرف الأليف، باء جيم دال هاء واو زاي سين. يلا دال. دال. وهذا الدال. أكمل العبارة، إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من؟ السكوت من ذهب. شكرا لاتصالك. وألو آخر، هالمرة الألو آني وسبعة مليون دينار عراقي. ألو. تدول عمرك حبيبتي، أشكر الشكر جزيل. عفوا تدللي زهراء، بعدش انت ويانا. يلا اي بعد العصر. شكرا لاتصالك، يلا ناخذ اتصال اخر. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، من وياك؟ رمضان كريم ان شاء الله. الله اكرم. على عبيد ظاهر اللي الكوت من واسط. اهلا وسهلا بيك يا علاء. الله يخليك. نعم. شنو تريد تقول علاء؟ نعم اختار فوانيس. لا احنا 6 دقائق الاخيره من عمر البرنامج حتى تكون الفرصه متاحه اكثر لكل المتصلين، فقط راح ناخذ الاسم الثلاثي والمنطقه او من وين يعني. علاء عبد الظاهر من المواصل. اخذنا اسمك وشكرا لاتصالك، وناخذ اتصال اخر. يلا الو 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 الو. يا مساء الخير. عليكم السلام والاكرام، من وياي؟ وياك نبيل عبد الكريم، نامق من محافظه بابل. اهلا وسهلا بك يا نبيل، وشكرا لاتصالك. الو
بسرعة بسرعة. كثف الاتصال. ممكن المرة تشارك وياك؟ إيه طبعاً. يلا انطيني الاسم الثلاثي. رقية عبد الخالق وحيد. رقية عبد الخالق وحيد، شكراً لاتصالك. يلا ألو. ألو. خلصت الاتصالات؟ يلا ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، من وياي؟ حليمة نايف. عفواً؟ حليمة نايف. حليمة، حليمة نايف؟ محمد. محمد، حياة الله يا حليمة، من وين؟ قطع الاتصال. ألو آخر. ألو ألو. ألو. ألو ألو. ألو. أعتقد يا أما أكو مشكلة بالاتصالات بسبب الزخم أو خلصت الاتصالات عندنا. خلصت الاتصالات. أما الآن أني والسبعة مليون دينار عراقي بانتظار الدورق، راح نشوف من هو أو من هي الفائزة بجائزة السبعة مليون دينار عراقي اللي راح تكون مقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية. ننتظر الدورق بفارغ الصبر. اجي اجي ناخذه منه، اجي حتى يشوفوا زين. هذا الدورق، خلينا نشوف اليوم الجائزة راح تكون من نصيب منه. جائزة 7 مليون دينار عراقي المقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية. جائزة 7 مليون هي من نصيب رفل عمار أديب من عماد. رفل عماد أديب من بغداد. ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك رفل، أنت فزت بجائزة 7 مليون دينار عراقي مقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية. وحظ أوفر لكل المتصلين اللي دخلت أسمائهم لكن ما فازوا. أنا راح أنتظركم بسبعة مليون جديدة راح تكون مقدمة من قبل شاشة قناة زاغروس الفضائية. شكرا لحسن المتابعة، شكرا لكل المتصلين اللي اتصلوا ويانا. أبقاكم على خير، إلى اللقاء.